طاب توقيتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه، والتي نبداها كالعاده بالعناوين. من موقع يمن مونيتور: تحد جديد يستقبل نازح الحديده في صنعاء. ومن عدن الغد: خلال اشهر الغام الحوثيين تقتل 20 مدنيا من قريه واحده. وفي جولتنا الرياضية: آلاف المشجعين الرياضيين ينامون في حدائق موسكو. أهلا بكم. والبداية من المصير الذي انتظر نازح الحديدة والذين ذهبوا نحو صنعاء، وهناك وفقا لعنوان جاء في موقع يمن مونيتور: صنعاء، غلاء الأسعار و جشع ملاك العقارات يفاقمان معاناة نازح الحديدة. ونقل مراسل اليمن مونيتور عن موجة نزوح كبيرة تشهدها مناطق الصراع بمحافظة الحديدة باتجاه العاصمة صنعاء، حيث أن المئات من الأسر القاطنة في الأحياء القريبة من المطار وأماكن المواجهات تخلوا عن منازلهم، وذلك بعد وصول مقذوفات إلى بعض المنازل والأحياء السكنية. يقول أحد النازحين من المدينة للموقع: إن سعر نقل المسافر الواحد من محافظة الحديدة إلى صنعاء وصل إلى 20,000 ريال، ولا رحمة بين الناس. وأضاف: لا وجود للحكومة والمنظمات في إخراج النازحين من مناطق الصراع، حيث اضطررنا إلى دفع المبلغ كي ننجو بأرواحنا وأهلنا وأسرنا من المقذوفات التي وصلت إلى منازلنا. لكن الفاجعة الأخرى هي كما يقول: وصلنا إلى محافظة صنعاء لنجد المعاناة بأكبر صورها، والغلاء في كل مكان، وأسعار المنازل مرتفع بعكس الحديدة تماما، حيث أن العيش هناك أرخص وأسهل من العيش هنا. ويفيد الموقع: يواجه النازحون من مدينة الحديدة جشع واستغلال من قبل أصحاب العقارات في صنعاء، الأمر الذي يضاعف من معاناة أسرهم التي تكبدت عناء الهروب من مناطق المواجهات. أيام ولحظات قاسية عاشها عدد من أكاديمي جامعة صنعاء في سجون ميليشيات الحوثي بصنعاء، وقد ألقي القبض عليهم لأنهم أرادوا السفر إلى عدن لاستلام مرتباتهم. وقد كتب زميلهم الدكتور عبد الله أبو الغيث مقالا في موقع التغيير نت، قال فيه: بعد منتصف ليلة الأحد الماضي تم إطلاق 6 من الزملاء الأساتذة في جامعة صنعاء بعد اعتقال مهين لهم دام عدة أيام، حيث تقطع الأمن لهم في إحدى نقاط محافظة صنعاء وهم في طريقهم إلى عدن لاستلام مرتباتهم بعد أن تم قطع مرتباتهم. خلال فترة الاعتقال حبس الزملاء في إحدى السجون، حيث تم تحقيق المهين معهم وتم التعامل معهم بصفتهم مجرمين، ثم تم نقلهم إلى مقر الأمن السياسي لاستكمال التحقيقات. اعتقال مجموعة من الأكاديميين والزج المهين بهم في السجن دون أدنى اعتبار لأعمارهم ولا لمكانتهم العلمية ولا حتى للأمراض التي يعاني منها بعضهم، وبتهمة غريبة هي استلام المرتب، يكشف لنا بأن إيقاف حكومة صنعاء لمرتبات موظفيها يعد عملا ممنهجا وله أهداف غير معلنة، ولا يعود السبب لعجز ميزانيتهم عن دفع المرتبات حسب قولهم. فلو كان سبب قطع المرتبات يتمثل بعجز الميزانية، فشيء طبيعي أنهم سيرحبون بما يقدم عليه البعض من استلام مرتباتهم من عدن لكونه يخفف عنهم عبء المعاناة، أو على الأقل لن يعارضوا مثل هذا الاتجاه. ذلك ما يقول به العقل والمنطق. أما أن يذهبوا لتجريم عملية استلام المرتبات من عدن والتعامل مع من يفعل ذلك باعتبارهم خونة وعملاء والزج بهم في غياهب السجون وإخضاعهم لتحقيقات مهينة ومذلة، فذلك يوحي بأن ذهاب بعض الموظفين التابعين لحكومتهم من أجل استلام مرتباتهم من عدن قد أفسد عليهم الأهداف التي من أجلها قطعوا مرتبات موظفيهم، وهو ما جعلهم يتصرفون بطريقة هستيرية يصعب تبريرها مع دكاترة الجامعة الذين قبضوا عليهم متلبسين بالجرم المشهود، والجريمة كانت النية لاستلام المرتب. ماذا يخطط الحوثي بالحديدة بعد نجاح معركة المطار؟ يقول تحليل نشره موقع سبتمبر نت وأعاده
أستاذ الإعلام في وعده عفوا أستاذ الإعلام في جامعتي الحديدة، وتعز أن خطة ميليشيا الحوثي بعد هزيمتها أنها أنفقت عشرات الملايين لحشد أبناء المناطق الريفية في تهامة إلى الحديدة لعمل استعراض لما تسميه مسيرة النصر، لإيصال رسالة للمجتمع الدولي أن مدينة الحديدة لا تزال تكتظ بالمدنيين الموالين لها وأنهم في خطر. وعن سر هزيمة ميليشيا الحوثي، يرى أستاذ العلوم منصور القدسي أن الميليشيات فشلت باستدراج قوات الجيش الوطني والمقاومة إلى تخوم المطار، ومن ثم مهاجمتها عبر قواتها المرابطة بالدريهمي من الخلف ومن الأمام. الهدف من حشد الأهالي إلى مدينة الحديدة من ريفها يساعد داعمي الميليشيات الإقليميين بالضغط أكثر لوقف تقدم قوات الجيش الوطني، كما أن قادة الميليشيا بصنعاء أبدوا انزعاجهم من مغادرة عشرات الآلاف من نازحي مدينة الحديدة إلى صنعاء، لأنه وفقا للموقع يخالف الخطة الحربية بالتخندق وسط الأحياء السكنية واستخدام المدنيين دروعا بشرية لوقف تقدم الجيش. ويتابع أن الحوثيين يطالبون سكان المدينة بالتزام بيوتهم وعدم النزوح كي يكونوا وقودا لجريمة الحرب التي تخطط لها قيادة الميليشيا. الوطنية العربية الموؤودة، تحت هذا العنوان كتب بشير عمري في صحيفة القدس العربي مضيفا: إن أبرز مكامن الأزمة التي تولدت عن الغياب التأسيسي للحالة الوطنية يظل في ذلك التشوه على مستوى الوعي الوجودي الوطني للإنسان العربي، فهو بين وعيه الطبيعي كإنسان وطبيعة وعيه كمواطن ضائع بذاته المتحولة كسرا في التاريخ، يبحث عن هويته في سجلات الحالة المدنية الغربية التي قيدت وجوده بعد أن أعادت اكتشافه، خصوصا في ظل التعطيل المستمر لآليات الفهم الحر للعالم بدون حشو أيديولوجي متصنع للوطنية تنتجه خطابات السلطة السياسية يجعله يفهم طبيعة التاريخ وموقعه منه. طبعا وفي ظل اغتراب دامس ودائم للذات كهذا في وعي الإنسان العربي واستحالة استيعابه للحالة، أو لنقل بتعبير أدق للمسألة الوطنية المصطنعة بمدلولها التبريري الأيديولوجي، لم يكن ثمة من مهرب عن الانفجارات الارتدادية للتصدعات الناجمة عن فشل التركيب الخاطئ للذات القطرية وخطأ الحشو الأيديولوجي سعيا لبسطها في الوعي الجماهيري، خصوصا مع كل التطورات الحاصلة في أنساق المعرفة التاريخية والسياسية والاجتماعية ودخولها حقل المابعديات، حيث تراسمت خطوط الشروخ كالتجاعيد على وجه القطرية العربية رغم فتوتها ببروز صحوات منبعثة من أعماق التاريخ بأصداء القوميات الإثنية والدينية، صارت تتسبب في ارتكاسات معقدة صوب الأزمنة السابقة للتشكيل الاستعماري للوطنية العربية، وارتدت أجزاء كبيرة وكثيرة من الناس عن حمولة الخطاب الرسمي للوطنية مرتجعة إلى ما قبل الاستعمار أحقابا، حيث لا شيء يمكن أن يتصل ويتسك مع واقع المكان، فصار التاريخ صادما ومصادما للجغرافيا في وعي العربي، وهذا في أسوأ حالة أزموية تعتري وجوديته الواعية. زرعوهم في كل شارع وقرية حتى يقتلوا أكبر عدد من المدنيين، ومنذ بدء أو منذ بدأت ميليشيات الحوثي معاركها زرعت عشرات الآلاف من الألغام، وعنونا موقع عدن الغد: اليمنيون ضحايا لما زرعه الحقد الحوثي. ويورد الموقع إحدى قرى جنوب الخوخة بمحافظة الحديدة والتي زرعت الميليشيا أرضها بالألغام، وقال الموقع إن قرية الزهاري تعد إحدى المناطق الشاهدة على حقد الميليشيات، فقد قتل أكثر من 20 شخص من أبناء الزهاري جراء انفجار ألغام خلفتها ميليشيات الحوثي قبل اندحارها. وعندما قررت سلامة عايش العودة إلى منزلها في قرية الزهاري بعد عام ونصف من النزوح، انفجر بها لغم أرضي زرع أمام منزلها ليلحق بها إعاقة دائمة. وبعد رحلة نزوح شاقة استمرت عام ونصف، وفور عودتها إلى منزلها فقدت المرأة المسنة ساقيها جراء انفجار لغم من مخلفات الميليشيات، ومأساة سلامة واحدة من قصص مأساوية كثيرة لضحايا الألغام الحوثية في قرية الزهري. ويتابع الموقع: لا تزال المئات من الألغام والعبوات المتفجرة مزروعة في الزهاري ومحيطها وفي الطرق المؤدية إلى الخوخة والمخا.
بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. علمت صحيفة العرب الجديد من مصادر سياسية يمنية أن المبعوث الأممي مارتن غريفث يعتزم زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن الأربعاء المقبل للقاء الرئيس هادي، إضافة إلى لقاء محتمل مع الأحزاب والقوى السياسية اليمنية من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي. مصدر فضل عدم نشر هويته قال لي العرب الجديد إن الحوثيين في اللقاء مع المبعوث الأممي اشترطوا انسحاب قوات الحكومة الشرعية والتحالف المساند لها مسافة 50 كيلو متر من محافظة الحديدة مقابل تسليم إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يناقش المبعوث الأممي في اجتماعه بالرئيس هادي هذه الأفكار في إطار تجنيب الحديدة التصعيد العسكري والتوصل إلى تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها لحل النزاع في اليمن. واستبعد المصدر أن تكلل جهود المبعوث الأممي فيما يتعلق بمعركة الحديدة بالنجاح بعد التحولات الميدانية والانتصارات التي حققتها قوات الحكومة الشرعية بمساندة التحالف العربي. وكان المبعوث الأممي قد أكد في بيان أنه مستمر في مشاوراته مع جميع الأطراف اليمنية لتجنب المزيد من التصعيد العسكري في الحديدة، والذي وصف عواقبه بالخطيرة على الصعيدين السياسي والإنساني. يا للخيبة، أربعة منتخبات عربية تخرج من الدور الأول، كأن فرقنا الوطنية ذهبت إلى موسكو كي تتلقى الأهداف. هذا مقتطف من مقال كتبه إلياس خوري ونشرته صحيفة القدس العربي مضيفا. جاءت هزائم المونديال نسخة عن هزائمنا وخيباته امتدادا لخيباتنا، لكن مهلا، ففرص المتعة لم تنتهي، أو هذا ما أريد أن أقنع نفسي به. ربما كان خروج المنتخبات العربية هو الوسيلة الوحيدة كي تخف عنا الضغوط المانعة للمتعة. الآن نستطيع أن نتفرج من دون أي تورط في الحزن، ولكن متعة كرة القدم تحتاج إلى أكثر من التفرج السلبي، فكي تندمج عليك أن تتماهى مع فريق، وهنا تكمن مشكلتي. ومع ذلك لن أضيع فرصة المتعة في المونديال، وعلي أن أختار كي أتابع هذا الاستعراض المثير بشغف. ولم أتردد طويلا فاخترت فريقين. الأول هو المنتخب البرتغالي الذي أدعمه من أجل كريستيانو رونالدو، فلقد تبرع هذا اللاعب الفذ بجائزة الحذاء الذهبي التي فاز بها عام 2012 وقيمتها 1.5 مليون يورو إلى أطفال غزة من أجل بناء المدارس، كما تبرع بسخاء عام 2016 من خلال منظمة أنقذ الأطفال للأطفال في سوريا، مبديا تعاطفا عميقا مع الشعبين السوري والفلسطيني. أما الفريق الثاني فقد اخترته من أجل نزار قباني وقصيدته غرناطة، فخلال أعوام المراهقة أقنعنا هذا الشاعر السوري الكبير بأن الأسبان أحفادنا، ورغم رومانسية هذه القصيدة الملأة بالحنين فإنها أعادتني إلى جياد أمية، وجعلت الخيار الأسباني هو الاستكمال المنطقي لخيار البرتغالي. خيار المونديالي هو أندلس الذكرى، بعدما أضاعت المنتخبات العربية أندلس كرة القدم. ومن الأخبار المنوعة التي نشرتها الصحافة اليوم جاء في صحيفة القدس العربي بعنوان طائرات بدون طيار على شكل طيور لمراقبة المواطنين في الصين. وقالت الصحيفة أن أكثر من 30 وكالة عسكرية وحكومية صينية تستخدم طائرات بدون طيار تبدو وكأنها طيور لرصد مواطني الصين في 5 مقاطعات على الأقل. وتشبه الطائرات بدون طيار الطيور وأجنحتها المتقلبة بشكل يجعل من الصعب على أي شخص أن يشك في أنها طائرة بدون طيار تعمل بمحرك كهربائي
وكل طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا عالية الوضوح وجي بي اس ونظام للتحكم في الطيران وربط البيانات مع القدرة على الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية. ويعتقد الباحثون أن التكنولوجيا لديها إمكانيات جيدة للاستخدام على نطاق واسع في المستقبل، وتأتي تلك الخطوة ضمن خطة الصين لمراقبة المواطنين بشكل واسع، إذ تستخدم قوات الشرطة تقنيات تمييز الوجه والذكاء الاصطناعي والنظارات الذكية وغيرها من التقنيات لمراقبة 1.4 مليار مواطن بهدف إعطاء كل منهم درجة شخصية على أساس سلوكهم في المستقبل القريب. أصبحت صفحة شركة يلب الخاصة بمطعم ريد هين ساحة للعراك السياسي، وذلك وكما ذكر موقع شبكة البي بي سي، بعد أن طردت مالكة المطعم متحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت مالكة المطعم قد طلبت من سارة ساندروز مغادرة المكان احتجاجا على إدارة ترامب، وتسببت الواقعة في استقطاب مؤيدين ومعارضين للرئيس إلى الصفحة والمشاركة بتدوينات مرفقة بصور وتعليقات ذات مغزى سياسي. يعتقد أن الإجراء الذي اتخذه المطعم يتعلق بسياسة الحكومة الأمريكية مثيرة الجدل بشأن فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم وأمهاتهم على الحدود مع المكسيك. وعلق الرئيس ترامب قائلا إنه ينبغي لمطعم ريد هين أن يركز أكثر على تنظيف الستائر والأبواب والنوافذ القذرة التي تحتاج بشدة إلى طلاء، بدلا من رفضه خدمة شخص جيد مثل سارة هاكابي ساندريز. دفع الولع الجنوني لأعداد كبيرة من مشجعي منتخبات المونديال الروسي، كما ذكرت صحيفة البيان، إلى النوم في العراء، حيث يفترشون الأرض في الحدائق العامة وبعض الشوارع وغطاؤهم السماء، وذلك لعجزهم عن دفع تكاليف الإقامة في الفنادق لجنون الأسعار وعدم توفر الحجوزات خلال الفترة الحالية. عند الساعات المتأخرة من الليل يجنح مشجعون إلى الحدائق والأماكن الآمنة لنيل قسط من النوم قبل يوم جديد من التشجيع والحلم بفوز كروي جديد. ينحدر هؤلاء المشجعون في غالبيتهم من أصول أمريكية أو من أمريكا اللاتينية والمكسيك والأرجنتين وقلة من المغاربة. لقد قادهم حبهم إلى الساحة المستديرة وإصرارهم على التواجد في المونديال لتشجيع منتخباتهم إلى المغامرة بالسفر إلى موسكو دون حجز إقامة. وتضيف الصحيفة، ترى المشجع الذي لا مأوى له ينتقل كامل اليوم وعلى ظهره حقيبة لا تفارقه تحمل جواز سفره وتذاكر المباريات التي حجزها وملابسه وشيئا من المواد الغذائية التي جاء بها من بلده حتى يخفف عن كاهله المصاريف. ولمشجع الكرة المستديرة والغارقين في سحرها، هذه الصور الملتقطة من روسيا موطن المونديال العالمي حاليا والمأخوذة من صحيفة ديلي تيليغراف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.